مالك يا شريفة؟ شنو؟ أنا غافل وشي مخصني أبو طبيب، خلص 600,000 صندوق ومروا للعملية بلا فلوس، وقالوا لهم تجي نهار نديروا بالعملية، ودابا ردينها بلا عملية، 600 كنجيو بها و 600 كنوليو بها. شنو مشكل في عينيها؟ عين جلالة. خلصت هنا 100,000 ريال؟ أه، مشي هي 87,000 ريال. أنا 87. 87 ما كاينش عيب ثلاث سنين و 280 حنا كنقول لكم ما عندهاش لاكارت ما عندهاش الحاله المدنيه عطيونا نديبو شي حاجه السكنه قال لك لا راه كانت مسدوده راه دايرين بحال مسدوده خويا ما كاينش دابا حلوها هما ملي شافوا هذا عاد حلوا الباب الباب راه كانت مسدوده اشرف الله يخليك انا جاي من الرشيديه وكاري طوموبيل من الرشيديه حتى الباس وجبت السيد باش يحيد العين ما كاينش اللي يديها فيه كندير الباب كيقول كاسفتني هذا لهذا انا جايب السيد من الرشيديه كنمشي لهذا الباب كلشي مسدود كاسفتني هذا لهذا ما كاينش اللي تسوق ليا والسيد مازال العين ديالو كتعرفو كيموت هنا هذا اللهم الا هذا المنكر اللهم الا هذا المنكر اصور هذه الحاله شريف عريلها راسها عريلها مالها الا محمد رسول الله هذه 4 سنين وانا نطلع ونهود هنا يا خال هذه 4 سنين وهما يعطيوني الرانديفون وهما يعطيوني 3 شهور وهما يعطيوني 4 شهور وهما يعطيوني 5 شهور وهما يعطيوني 6 شهور وهما بالرانديفون من تاونت ليهن ب 40 كلمة انت 4000 طلعه و 4000 هبطه دائما دابا شنو داروا معاكم؟ دابا احنا عطينا الرانديفو حنايا انتين شكون جايين من الهيفه كنتم مجموعين فيكم احنا طالعين الولايه وما خلاو راجعوا خويا كنتو غاديين طالعين الولايه خويا نهضروا على حقنا انا ودي دايره له العمليه دابا قالوا لي ديري له التحاليل درت له التحاليل دابا خويا هذيك 3 شهور الاولى و 6 شهور الثانيه وانا عندي ولدي الاول سيت انا عندي ولدي فيه المرض مريض عيطت اخويا بغي كيجيو كيسدوا علينا البيبان كل نهار كنجيو ونوليو نهضروا على حقنا انا شتي غنهضر انا وانا اللي جايه من صبر وليدي ما كتشوفش جاي معايا غير الله وما عنديش حتى العيني ما كتشوفيش ما كنشوف حتى شفته وعطوني الورقه ديال التحليلات وما خلونيش ندخل انا جايه من صبر العاده ها العوانات ما كنشوفش من صبر شكون جاي معاك؟ الله الله اللي جايه من عندك الله معطيك الورقه هذه
السبيطار عندهم واحد، السبيطار واحد خدام في الشنطه كله. كانوا غاتجيبوا لي غير واحد التليفونات حتى في الليل غير كان راشد يمشي ما قاري كمان. ما كنعرف فين نمشي تطوير حنا كي حاجه. انا السبيطار شنو داروا؟ فرنسا داروا دارتو غير فرنسا دار السبيطار. وفين هما؟ ما عنديش كاع اللي سكنوا غير هالمرا مسكينه تلقى فيا اللي هادو بالصودا سكنوا شوف هذا دار ما اخويا انا جيت للسبيطار وعندي كنت كتوجعني الشبكه وصيبطوني للرباط ومن الرباط رجعت للفاس ودابا رجعت للفاس باش غادي نكوي العائله الاخرى وما لقيتش اللي استقبلني كاع نهائيا. كيجيبوني غير المحسيني مولين الطاكسيات حتى لهنايا ملي كنبغى هنا الناس اللي كيعطوني باش نركب نولي نسفر. ماشي حق عليا نجي لا ماشي حق نجي من صفر ولا ولا ما عندي عند من بس عند من عبد الله ما عندي حتى عند من نكون من صفر من الرفايف اللي تسمع الرفايف راني من الرفايف جايه من الرفايف جايه البنين جواد كانت تنقبض 3000 ريال مش حقنا عند الله. واشكو والله قلنا عند الله كاع كنشكيو لله سبحانه وتعالى شكوى عام عام ولا غادي جاي لهنايا في الرانديفو واش كاين شي رانديفو؟ كاين شي رانديفو اللي كتعطى عام كاين هنا رانديفو على عام كاين مول عامين كاين مول 8 شهور ملي تولي يقول لك سير دابا عينا نمشي ونجي عينا العمليه عملوا الفلات الصغار وصردوني دابا ندير التلفاز من هاد الصغار غتجيب لهم التلفاز ما كاينش الا عندي لي هادي 10 سنين وفي ما جي كيردوا ها هو الشريف عندي رانديفوات هنايا ديال العام اللي فات الرانديفو واش كيقول لك انا كنت كنتكلم مع الاول العمليه انا ولدي داير العمليه هادي عام واحد كات كيجي كيوقف كيدخل ودي جاي ما سافع على شنو يلا حبيبي